بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هقول لكم على حاجة حلوة قوي وجميلة عن الزعفران. لو احنا خدنا عود زي كده، عود زي ده زعفران، وحطيناه تحت اللسان قبل ما ننام، ريحته جميلة جدا، مهدئ للأعصاب، للاكتئاب. الزعفران ده ذهب فعلا، ذهب أحمر. بصوا، الأصلية بتبقى ليها راس كده، شايفين؟ بتبقى ليها راس، يعني ايه، رفيعة كده، ليها ديل وليها راس. هي دي الأصلية عشان بيبقى فيه مغشوش. في ايه بقى الزعفران؟ في فيتامين بي، مضاد للأكسدة، في بي 1 وبي 2، كويس. مفيد جدا للنظر، مفيد جدا للهضم، مفيد لكل الاحوال. بس هو الكيلو ب 7000 جنيه، فانا جبت شويه صغيرين دول، اداهم لي ب 30 جنيه، شويه صغيرين قوي. طيب انا بشربه ازاي؟ انت ممكن تحطوه تحت اللسان قبل ما تناموا، وممكن اقول لكم برضو تشربوه ازاي بطريقه تستفيدوا بيها من الفيتامينات. بلاش ميه دافيه، بلاش ميه دافيه، ميه عاديه زي دي. ونحط 5 وحدات بس كده، 5 وحدات، 3 4 5، ممكن 6 7، 5 6 7، المهم يعني مش عشان غالي. هو اي حاجة مفيدة احنا مش مفروض نكتر منها. وانا بعملها كده واغطيها واشربها بعد 2 3 ساعات، او ممكن اعملها من بالليل واشربها تاني يوم. بس المهم ان مية باردة، يعني انا شفت ناس كتير بيحطوا على ميه سخنه. انا رايي ان الميه البارده افيد، ونسيبه فتره زي الزنجبيل بالظبط. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، جربوه، مفيد للنظر، مفيد للنوم، هتناموا زي البيبيهات، هتناموا زي البيبيهات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.